المدينه تزرع العجوه يسمونها عجوه المدينه. اي ما عرفت ب100 ريال. هذا ما شاء الله العمل الخيري بشكل يومي. يا مرحبا شباب، الله يسعدكم يعطيكم العافيه. نحن الان متجهين نصلي صلاه المغرب في سيدنا حمزه. شوفوا يا اخوان ما شاء الله تبارك الله الزرع، هذا هو وادي قناه. شوفوا كيف ما شاء الله مع الاجواء البارده، وهذا هو جبل رمى وخلفه جبل احد. شوفوا يا اخوان ما شاء الله تبارك الرحمن، المنطقه صارت خضراء، مسطحات خضراء عند مسجد سيدنا حمزة. شوفوا هنا اللي هو بيع التمور ما شاء الله تبارك الله، من ضمن الخدمات ايضا اللي هو الايس كريم. وهذا هو جبل رمان. يقال والله اعلم انه مكان غزوة احد كان في هذه الجهة، والله اعلم على هذه الجهة اللي هو المساحة هذه، وهذا هو جبل رمان زي ما انكم شايفين. اخوان بدل ما نروح من هناك نروح المسجد، زي ما انكم شايفين هذا هو الجبل، نحن حنقطع الجبل ونمشي. يا اخوان هذه من ضمن التعديلات اللي صارت، صار في بوابة. صراحة البوابة جميلة جدا لكن في ازدحام عليها، هذا كان كله مفتوح سابقا. جهاز احسان زي ما هو موجود. شوف يا اخوان اعلمكم اليوم التغرات اللي صارت، من ضمنها داخل المسجد اللي هو الباب. من ضمن الاشياء لو تفتكروا سوينا حلقه كده ريل كده صغير، ان كان هنا في اللي هو السيارات حق بيع التمور المدينه الى اخره، هذه كلها راحت الان وصار في شيء جديد الان. خليني اوريكم ما سووها، كلها محلات الان بيع السجاد التمور ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها الان محلات بدل البسطات اللي كانت موجوده هنا والسيارات اللي كانت توقف هنا. خلاص هنا الشيء الجديد اللي هو موجود، ودائما اتوقع هذا من انجح الاشياء في المدينه حاليا. ويا اخوان هذه دراجه، هذه دراجه الان مع كريم سوى الدراجه وما شاء الله تبارك الله. تشوف ولا واحده ما هي واقفه، تقدر تستخدمها عن طريق التطبيق. صراحة حتى الآن ما استخدمتها لأني ما أشوفها أساسا، عن طريق الأبل أو عن طريق لهم تطبيق خاص منهم شايفين. والسعر 12 ريال لكل 30 دقيقة. شوف هنا الأسعار موضحة، يوميا إذا تبغى 25 ريال، أسبوعيا، شهريا، وعندك أنت هنا سنويا ب 480 ريال. جميل. شوفوا ايضا سووا هنا جلسات امام المحلات التجارية. شوفوا هذه المحلات التجارية ما شاء الله تبارك الله، وسووا اللي هو الجلسات. خلينا ندخل احد المحلات وقول لهم ايش عندهم. الله تبارك الله، احد المحلات السجاد. كيف حالك مدير؟ طيب ما شاء الله، ايش عندك نوع هنا؟ تركي، صيني. هذا التركي، هذا التركي صيني، وهذا صيني الرودة. الروضة هذه سجادة. بس خلينا نعرف هذا بكم؟ هذا 10 ريال. هذا 10 ريال. هذا 10 ريال. هذا ب10 ريال ايضا. هنا 5 ريال. هذا ب5 ريال. حلو. هذا السادة هنا 4 ملي 45 مدينة الروضة. 5 وكم؟ 45. 45 الروضة. 6 ملي 60. حلو. 8 ملي 100. هذا ب100 ريال. هذا ايش روضة كمان؟ هذا كله روضة. هذا اغلى شيء. ما شاء الله الله تبارك الله، هذا أفخم نوع عندهم يا شباب زي ما عرفت، ب100 ريال، شيء من الآخر.
هذا التركي، هذا تركي ما شاء الله 30 ريال، هذا 30 ريال، هذا حتى هذا 30 ريال، هذا التركي، هذا التركي 30 ريال، تركي يعتبر متوسط حلو. مكسوس سوري 25، هذا 25 مكسوس حلو. هنا سوري 20، هنا سعودي ريال 20، هنا 20، هذا كل هنا 35، هذا سوري تركي او مصري، مصري. مصري بكم؟ هذا 35. هذا كذا كوبلان. كوبلان ايش هو الكوبلان؟ هذا سو اسمه كوبلان. كوبلان احسن شيء، هذا احسن نقول روضه درجه اولى. هو هذا الروضه، ايه هذا افضل شيء اللي هو الروضه، بعدين يجيك التركي، وبعدين يجيك المصري، هذا هو، بعدين يجيك الصيني والانواع الثانيه. هذا الصيني والثاني حلو زي ما انكم شايفين. هذا ب 100 ريال قطن، قطن كمان. هذا ايش، وطني ولا؟ ما شاء الله تبارك الله، تبارك الله، احد المحلات اللي بيبيعوا البخور بانواعه. شوفوا يا اخوان عطور بخور، لكن شايف انه شغلهم صراحة جيد. حتى السعر زي ما انكم شايفين 150 ريال ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله. ايش الانواع اللي عندك؟ هذه العجوة، هذه العجوة، عجوة المدينة، عجوة المدينة. الكيلو بكم؟ هذا ب50 ما شاء الله تبارك الله. هذا الكيلو ب50 ريال، جميل. اللي بعده هذا العنبر، العنبر ب40 ريال، 40 ريال. هذا مشروب حلو بكم؟ هذا ب20. هذا ربيعه، الربيعه هذا ب15 حلو. هذا اللي هو شو اسمه المبروم، المبروم هذا ب30، هذا ب30 حلو. هذا سكري ب20 الكيلو، هذا السكر، سكر القصيمي ولا سكري؟ لا سكر القصيمي ما في، هذا السكر القصيمي بكم هذا؟ على كيلو ب20، هذا الكيلو ب20 حلو. وهذا 15، هذا حلوه، هذا الحلوه، هذا اللي بقول لك 15. هذا نبت علي 15 حلو. هذا صقري 25 20، هذا صفاوي ايضا 20 25 30 احيانا حلو. هذا صقري لكنه هذا كم نوع شوي حلو ممتاز 15 هذا بخمس. هذا نفس اللي هو هذا هذا كم مبروك حلو. هذا ربيع ايضا ترى مو كان موجود هنا. هذا كلكم هذا ب60 اكيد 60 الان ما شاء الله مجدول. اي نعم. هذا بكم السعر؟ هذا ب35، هذا ب35، وهذا هذا صقعي، هذا الصقعي، هذا ب25 حلو. هذا عجوة، هذا عجوة 60 ريال، 60 ريال اتوقع مقاسات هذيك اكبر. أيوة. ابو عبد الرحمن اللي نحن نعرفه العجوة هي نوعين، سواء سيب الاحجام، الاحجام ثلاثة صحيح؟ نوعين، هي عجوة المدينة وعجوة العالية صحيح؟ عجوة العالية يعني اصلا قليلة، عجوة العالية قليلة جدا. ايوه لكن عجوة المدينة هنا موجودة، كل ما كل يعني مزارع المدينة تزرع العجوة هذه يسمونها عجوة المدينة. ايوه هذه عجوة المدينة. اما بالنسبة للعوالي فهي عجوة العالية. الله حديث العجوة، من تصبع بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، رواه البخاري. ما شاء الله تبارك الله. هنا ايضا بوفية، هنا ايضا بوفية، محلات هدايا، تمور، هذه كلها ما شاء الله تبارك الله هي المحلات اللي موجودة بجوار سيدنا حمزة. سابقا ما كان فيه لا محلات ولا شيء، هذه كلها مع ما شاء الله التطويرات اللي صارت فصار فيه محلات تقدر تشتري منها، تطلع من سيدنا حمزة تصلي وتجي تاكل ما شاء الله التمور. هذا الجديد حاليا في هذه الساحة. خلينا نشوف على الجهة الثانية هل في شيء صار جديد يا اخوان. هذه ما شاء الله تبارك الله جبل رماه، وهناك اللي هو شهداء احد، وعلى هذيك الجهه خلينا نروح هناك اوريكم الخيمه، في خيمه هناك يا اخوان امامنا اللي هو خير المدينه او خير المدينه. هذه ما شاء الله تبارك الله اللي عرفت الان انهم الان قاعد يوزعوا زي ما انكم شايفين، قاعد يوزعوا العشاء، عندهم عشاء، عندهم فطور يوزعوا. وان ما شاء الله هنا التوزيع، وهنا زي ما انكم شايفين ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هنا التوزيع مكيف، الخيمه ما شاء الله مكيفه، هنا التوزيع، وهناك القسم المقفلين اللي هو قسم النساء. وهذا ما شاء الله العمل الخيري بشكل يوم، ابداوا من بعد صلاه الفجر اللي هو الفطور، وابداوا زي ما عرفت اللي هو بعد صلاه المغرب اللي هو العشاء الين الساعة 9. ما شاء الله عمل خيري بشكل يومي ما شاء الله، الله يعطيهم ألف ألف عافية.
شيء صراحة جميل جدا، وأيضا مخلين مسار خاص للنساء ومسار خاص للرجال. كانت جولة كده خفيفة وسريعة عن الخدمات الجديدة الآن في سيدنا حمزة. وكده نحن وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أعطونا رأيكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمة. سلام سلام. هي رحلة لا تنتهي،